عقدت اللجنة المتخصصة بتفضيل المنتجات المصرية ندوة للتعريف بأعمال القانون والتعرف إلى المشكلات من أصحاب الشركات المحلية. اللجنة تعمل منذ عام ونصف لتذليل أي عقبات تواجه الشركات وللتعريف والتوضيح بهذا القانون حتى يكون داعما للمنتج المحلي في منافسة الأجنبي. احنا هنا بنعمل من أجل خدمة الصناعة والمنشآت الصناعية. هذه الندوة هي واحدة من عدة ندوات عقدتها اللجنة المختصة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتفعيل أحكامه، وذلك للتعريف بهذا القانون في حضور عدد من أصحاب الشركات والمصانع. الأمانة الفنية في خلال العام أو عام ونص من عملها يعني قامت بالعديد من الأدوار، كان من أهمها إنها عملت مجموعة من الندوات اللي إحنا بصددها واحدة منهم النهاردة، اللي هي تعريف على جانبين، جانب منهم التعريف بالقانون للقطاع الأعمال اللي هو زي الشركات النهاردة والغرف الصناعية وكده. قررنا بعض الغرف الصناعية 3 غرف علشان نعرف الغرف الصناعيه ونعرف الشركات بالمنتج المحلي، والقانون 5 اللي هو بيدي ميزه تنافسيه للمنتج المحلي. ممكن اتقبل ماليا لو كنت اعلى 15% من المنتج المنافس، ده الميزه التنافسيه اللي بتديها قانون 5/15. صدر هذا القانون في اطار السعي وراء تعزيز دور الانتاج المحلي للنهوض بالاقتصاد المصري وعمل رواج للمنتج المحلي في مصر، لكن يبدو ان هناك عده مشاكل ما زالت تواجه اصحاب الشركات والمصانع. هو المشكلة الأبدية اللي موجودة إن جميع المواصفات اللي بتنزل بتبقى محددة المنتج المستورد وبتدي له أولوية، فطبعا ده بيبقى مشكلة أساسية في إن أنت لما بتيجي تنزل بالمنتج المحلي بتاعك بتلاقي عندك مشكلة إن المواصفة الاستشارية نازلة من البداية بتحدد إن هو مدي أفضلية للمنتج المستورد. تقليل الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي هدف أسمى تسعى الدولة للوصول إليه بكامل قدراتها وإمكانياتها. أحمد فرج أونلاين.